في إطار حرصه على سلامة أسرة كرة القدم بين اللاعبين أو من لاعبين ومدربين ومسيرين وجماهير وبتنسيق مع الجهات المختصة، قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم إجراء جميع المباريات في مختلف المسابقات بجميع فئاتها من دون جمهور اعتبارا من يوم الأربعاء. ويدعو اتحاد الكرة المغربي كلا من الرابطة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، الرابطة الوطنية لكرة قدم الهواة، والرابطة الوطنية لكرة القدم المتنوعة، والرابطة الوطنية لكرة القدم النسوية إلى التقيد بهذا القرار. حسمت الحكومة الإيطالية الجدل القائم حول تبعات تفشي فيروس كورونا وأصدرت قرارا يقضي بخوض كل المنافسات الرياضية دون جماهير لمدة شهر كامل. القرار جاء عقب نقاشات مطولة عاشتها إيطاليا بعد تأجيل العديد من المباريات في الدوري والكأس وبقية الرياضات بسبب انتشار الفيروس في شمال البلاد. وتتجه رابطة الدوري الإيطالي نحو الإعلان عن مواعيد جديدة للمباريات المؤجلة عن الجولة 26 يومي السبت والأحد المقبلين، وأبرزها قمة يوفنتوس وإنتر التي ستلعب في تورينو دون جمهور. كما أصدر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بيانا أعلن فيه إقامة جميع مباريات كرة القدم في البلاد من دون جمهور في إطار الوقاية من فيروس كورونا. وأكد محمد الظاهر الأمين العام للاتحاد الإماراتي لكرة القدم إن كافة مباريات كرة القدم وبشتى فئاتها ستلعب خلف أبواب مغلقة، كما تم إيقاف الفعاليات المصاحبة للمباريات حتى إشعار آخر كإجراء احترازي حفاظا على سلامة ممارسي اللعبة والمجتمع بشكل عام. وأجرت الرابطة الفرنسية لكرة القدم تعديلات على بروتوكول ما قبل المباريات في إطار الوقاية من فيروس كورونا. الرابطة أشارت في البيان الذي نشرته على موقعها الرسمي إلى أنها بعد التشاور مع السلطات المعنية اتخذت إجراءات احترازية، حيث ألغت المصافحة بين اللاعبين والحكام ومنعت مسك أيدي الأطفال المرافقين للاعبين لدى دخولهم أرضية الملعب. أكدت وزيرة الرياضة الفرنسية روكسانا ماراسينيانو استمرار النشاط الرياضي في البلاد حتى إشعار آخر، فيما تأجل الحسم في مصير مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند إلى وقت لاحق. تفاصيل في التقرير التالي. فيروس كورونا الذي بات حديث العام والخاص في الفترة الأخيرة، وباء مرعب أصبح مصدر قلق حقيقي بعد انتشاره الواسع والسريع في مختلف أنحاء العالم. ارتفاع عدد المصابين بهذا الفيروس في المناطق الشمالية من إيطاليا أدى إلى تأجيل العديد من مباريات الكالتشو، وهدد أيضا الكثير من الأحداث الرياضية في أوروبا. ففي فرنسا التي تجاوز عدد المصابين فيها بهذا الفيروس 100، أكدت وزيرة الرياضة روكسانا ماراسينيانو على هامش اجتماعها مع رؤساء الاتحادات والروابط استمرار النشاط الرياضي في البلاد، مشيرة إلى خوض مباراة واحدة فقط في دوري درجة ثانية من دون جمهور، تلك التي ستجمع شامبلي ولومون الجمعة في بوفي شمال باريس. لا تخضع مباريات ليغ 1 لأي قيود معينة، فالمتفرجون يأتون معظمهم من المناطق الإقليمية حيث لا يتم تطبيق تدابير تقييد حركة المرور، ولكن كما قلت من قبل سيتم دراسة هذا الموضوع وكل حالة على حدة. وزيرة الرياضة الفرنسية أكدت أيضا أنه سيتم دراسة كل حالة لوحدها بالنسبة لباقي النشاطات. أما القمة التي ستجمع باريس سان جيرمان وضيفه بروسيا دورتموند في دوري الأبطال فسيتم اتخاذ القرار لاحقا حسب آخر التطورات وبقرار محافظ باريس. كنت أقول على الأقل إنه القرار الذي سيتم اتخاذه لإجراء مباراة دون جمهور بحد أقصى، نظرا لأنه يتم دراسته على أساس كل حالة على حدة، وبعد أسبوع سنرى أيضا كيف يتطور الوضع وسنناقشه مع المحافظ. الانتشار السريع لهذا الفيروس الخطير لا يزال يهدد العديد من التظاهرات الرياضية مستقبلا في انتظار إيجاد علاج ناجع لهذا الوباء.